مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. إن شاء الله ما خوفناكمش من بكري، ما لازم راه نخافوا شوية باش نتعلموا، نحافظوا على البعد بين بعضنا، نخليوا متر ونص، نحطوا البافيت، نغسلوا دينا بالكدا، وخاصة نخافوا على الناس اللي تحيط بينا الكل. راه مش لازم يكون عندك كبير في الدار، حتى على ولدك صغير، حتى على راجلك، حتى على بنتك، على اللي تحب، نخافوا على بعضنا حتى في حانوت ولا في مخبزة. أبخي تو هي أرواح ناس وتنجم تكون أنت مسؤول عليها. دونك باش نحكي توا مش على الكورونا، باش نحكي توا على العنف اللي ريناه والبركاجات، ونحبوا نعرفوا من المختصين علاش كثرت هالحكايه هذه، والا زعما هي ما كثرتش، هي ديجا موجوده غير بركة احنا ما كناش نسلطوا عليها الاضواء. هذاك علاش بحذانا السيد امين السعيد، دكتور في علوم التربيه ومختص في علم النفس. صباح الخير سيدي. صباح النور، مرحبا بك. الحمد لله، دوماج احنا قاعدين نتعداو من الكورونا للعنف، مي الهدف نتاعنا ان نتجنبوا الاشياء هذه الكل ان شاء الله. دونك الظاهره نتاع العنف، قبل ما نحكيو على الظاهره سيدي كان تسمع خاطر لازم نرجع بحذا للشيف، وهكا كل مره باش يجي بحذانا الدكتور تولي يفهمنا اكثر. دونك نرجع بحذا للشيف ونرجع نحكيو على العنف. مرحبا بك فاطمه. دونك احنا بعد ما حضرنا صوص غوزي اللي قلنا اليوم عملناها بالكريفيت باش نتعداو نحضروا سلطه، لكن قبل نحبوا نشوفوا شيف فتحيه وين وصلت في الجاتو اللي بالحق ريحه الزهر ملات استوديو. الوغ انا هنايا الجاتو نتاعي طاب كما تشوف فيه، انا قلت لكم باش تعرفوه طاب، وقت الاحراف هذوما الدخلانين يوليو صفر، معناها الفوقاني دوغي بالكدا والحراف يوليو افتح شويه من الفوقاني. هوني عندي ثلاثه باكويت سكر زهر سمارت شيف، عندي ماء يغلي نصبهم في الماء اللي يغلي، وهذايا باش نسقي به الجاتو نتاعي. كيما الشحور كاين خفيف على الاخر، خفيف على الاخر، ما نحطلوش لا سكر لا حتى شيء باش يكون موالو. انتم ما يجيش الجاتو شايح يغص. فوالا صحيت. الوغ انا هذايا نذوب فيه السكر نتاعي اللي بالزهر، ما خذيتش ياسر، راهو خذيت تقريب 200 مليلتر، معناها اقل من ربع لتر. جاتو يا مازلت كي خرجته من الكوشه نهز ونسقي الجاتو وهو يشرب، معناها كله يشرب مادامو في المول نتاعو، باش من بعد كي نفرغو نلقاه شرب كالسيرو اللي عملته له. هو ماهوش سيرو قوي، جوست ربع لتر ماء عليهم ثلاثه باكويت سكر زهر. وقت تاكلوه تلقاه موالو على الاخر، تلقاه طري وسطو، معناها ونكهه بنينه برشا، ونكهه الزهر بنينه ياسر. يعطيك الصحه. هذا الجاتو، ومن بعد نرجعوا مع بعضنا لي بوشي اللي قاعدين يطيبوا في الكوش. مشكوره شيف فتحيه. دونك هذايا الجاتو اللي قالت بالزهر اليوم وخدمناه بالفرينه سبيسيال، جاتو من عند ورده اللي تعطيكم ديما نتائج ممتازه. انا ساده المشاهدين كيف كيف قاعد نحضر في السلطه، سلطه قلت اليوم باش نعملها اساسا بالبتنجاله والقرع. خذيت البتنجال نتاعي قصيتها مكعبات كبار شويه وقليتها، دونك سخنت الزيت، ما يلزمش الزيت يكون بارد باش ما تشربش الزيت. هذايا سخترناها بعد ما تقلات معاها، هي خذيت قرع اخضر كيف كيف قليناه وحضرناه. دونك هنا شوفوا قصيناه مكعبات متقاربه، معاهم هما باش نزيد عليهم مكعبات متاع طماطم، دونك فرشكين. دونك هنا في السلطه عندنا حاجات طايبه وحاجات نيه، دونك مكعبات طماطم هذوكم باش يعطونا توش بتاع فريشور للسلطه نتاعنا، وباش نحط معاهم كمية باهية معدنوس. دونك هكا، وإلا كان تحبوا كسبر أخضر يجي بنين برشا في السلطة هذية، للي يحب طعمة الكسبر. معاهم أكيد سر البنة في السلطة عندي هنا فخوماج، قلنا اليوم باش نعملوا إدام من عند مرياح، يقولوا التوانسة جبن الأحمر هذية. دونك هكا قصيناه مكعبات ماهمش كبار برشا، وسطين في الحجم، باش يكونوا في وسط السلطة، وإلا نجم نزين بهم فوق كيف ما تحبوا أنتوما. دونك هذية ما بقى إلا باش نفوحوا السلطة نتاعنا. أنا اخترت باش نعمل لها شويه قارص وشويه زيت زيتونه، حضرت هنا زيت زيتونه اللي باش نصبوا فوق منهم، ما نكثرش برشا كميه زيت، ما ننساش اللي بقيه المكونات استعملتهم مقليين، باش نحط معاهم عصره قارص باهيه، نجم نعصر حتى كعبه كامله قارص بما انا عندي مقلي هنا، نعرفوا الاسيد الحامض الموجود في القارص، في القارص بيان سور مع الزيت المقلي، دونك يخفف من الخطوره نتاعو على صحتنا. دونك هكا بالكدا بالكدا، وانا ديما ما ننصحكمش تستعملوا ياسر مقلي، تنجم القرع والبتنجاله اللي قصيناهم هذوما نعملوا لهم شويه زيت زيتونه ونحطوهم في الكوشه يتشواو شويان بركه ويجيو بنان زاده كيف كيف للي يحب. دونك هكا بعد ما عصرنا القارص هذايا باش ناخذ شويه فلفل اكحل للسلاطه ونعمل معاهم تشيشه ملح
ما نكثرش، اللي يحب يعمل شويه زيتون وكبار نجم تجيب لنا برشا، نجم نعمل فيها زاده الليمون الملح يجي بنين برشا شيف. دونك هذايا السلايطه اللي حبيت نود بها الساده المشاهدين، خلطهم كل اللي يحب يقص لها شويه بصل زاده اللي يستحمل احنا نقولوا ريحه البصل وقوته، ينجم يحطه في السلطه هذه ما يستحملش القوه نتاعو، ينجم ياخذ البصل يقصه مكعبات خفيفه ويحطه في برشا قارص والا خل يذبل بالقدا بالقدا وتنقص القوه نتاعو، والا يذبلوا في شويه زيت. خاص كي تاخذ لي شطر الحكه التن وانتي من عندي وانا نلوج عليها. دونك التن هذايا باش نزين بهم بعد السلايطه مع كعبات عظم انا حطيتهم يطيبوا. هذه السلطه نتاعنا اللي باش ترافق المقرونه، اخترتها اليوم بيني بيو، باش معناها بيو معناها بيولوجيه، اخترتها القمح نتاعها بيولوجي 100% من عند ورده، عملوا لنا البات هذيا، فكروا في صحتنا وصحه الاجيال القادمه. دونك ان شاء الله لي برودوي الكل والمنتجات الكل معناها تتبع المنوال اللي مشات فيه ورده. مشكورين الساده المشاهدين، احنا باش نرجعوا بحذا فاطمه وضيفنا الكريم. مشكورين لي شيف. الوغ نرجعوا نحكيو مع الدكتور امين السعيد، هو دكتور مختص في علوم التربيه ومختص في علم النفس. نحكيو سيدي احنا على العنف اللي قاعدين نشوفوا فيه، معناها لطفي ربي معناتها برشا حالات نتاع عنف نتاع قتل نتاع بركاجات وغيره. شنو ساعه تعريف العنف بالنسبه لعلوم النفس وعلوم الاجتماع؟ العنف واجب يكون على كل شخص اللي نتعداو له على حرمته الجسديه او النفسيه، والعنف تواجم يكون سواء مادي سواء معنوي وحتى رقمي. فما العنف فيا السوشيال ميديا توسكي انترنت بصفه عامه، دونك اون دوا تيتر كونسيون دو سا. توا فما احصائيات في تونس تقول اللي فما او موا 56% دي فام بالنسبه للنساء اللي عنفت عنفوا بلوتو في العام اللي فات. دونك يفو كون سوا كونسيون اللي امراه على اثنين عنفت في العام اللي فات في تونس. عنفنا يطلع على الغالب. دونك توا هو سورتو توا سكي انتيريسون فاطمه ان نفهموا علاش فما ناس عنيفين، شنو اللي يخلي الانسان يولي عنيف؟ لازم نفهموا اللي في علم النفس فما ثلاثه حاجات يخليوا الانسان يكون عنيف. الحاجه الاولى هو لو مونك دو سيكوريتي، نقص الاحساس بالامان. فما الناس اللي يتربوا في بيئه وما عندهمش احساس بالامان كسوا معنوي كسوا مادي يخليهم يكونوا عندهم كل يقولوا في مخاخهم الهجوم خير وسيله للدفاع، يوليوا عنيفين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الاحساس بالعجز، اللي الانسان كيحس روحه ما ينجم يعمل شيء، ما في اليد حيله كما نقولوا، يولي ما عادش يهمه، يولي يعنف، يولي سو بيرمي تو، لا بيرسون تقول لك ما عندي ما نخسر في حياتي دونك جو مي بيرمي تو، دونك يوليو يعنفوا. الحاجه الثالثه اللي هي في الكبر تجي مع الكبر شويه مثلا في الاج ادولت، اللي هو سو سونتيمون اللي الاخر تعدلنا على القيم نتاعنا. كما نقولوا انسان باغ اكزومبل عنده سيغتان فالور سيغتان القيم بصفه عامه، وفما ناس يتعداو كسوا بطريقه ديريكت انهم يقللوا الاحترام، انهم يعملوا يكونوا دون لو مونك ديستيم دو لوتر لو سوز استيم دو لوتر، ولا حتى لي موكري معناتها انهم يتنمروا على الاخر بصفه او باخرى، والا ساعات حتى الشخص هو يكون عنده خلل تربوي ما يقبلش الاختلاف. كي الانسان ما يقبلش الاختلاف يجب هو يولي عنيف خاطر ما يقبلش الاختلاف. يحمل في المبادئ. هذا توا كلام ما باهي، فما زوز حاجات تحسهم جدد. معناها ترى تقول لي انت التنمر، التنمر نلقاه حتى في رياض الاطفال. نلقاه حتى في المكاتب، معناتها صغار تنمر على بعضها وفما حالات انتحار صارت في جرى التنمر الصغيرات في بعضهم. هذه حاجه، معناها يقول لك الصغير وين هنا ما يحسش في السيكوريتي وما يحسش في الامن المادي وغيره، هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي نشوفوه في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا غيره، فما نقولوا احنا عنف هكا، معناها تقول عليه الانسان هكاك مخلوق معناها غراتويتمون. الانسان ما يقول لك مخي بك درا شنيا والله درا شنيا صوتك ما نعرف شنو. دونك هذا الكل زاد داخل في حكايه العنف اللي هو اللفظي المعنوي. العنف اللفظي بالكتيبه اللي هو ويمس العبد في معنويات بيان سور. علاش هذا معناها زاد بالنسبه للاطفال الصغار؟ هو خلل تربوي خطر، هو توا علميا ان انفون احنا كاشخاص ما نتولدوش عندنا العنف ولا عندنا لا ميشونسيتي بصفه عامه، نتولدوا اوني امباتيك معناتها اوني دون لومباتي معناتها نتعاطفوا مع الاخرين، هذيك طبيعتنا الانيه اللي فينا. بعد شنو يصير؟ بعد الوالدين كيربيو معناتها صغارهم يربيوهم بالنقد،
ما يوصلوا لهمش اللي هما فما الحب اللا مشروط لصغيرهم، معناتها صغير كيما يقولوا في مخه يحط اللي هو لي بارون تاعو ما يحبوه كان كي هو يعمل حاجه باهي، يجيب معدل باهي، يجيب معناتها اون بون نوت، يغلب يفوت زميله في القسم، يكون هو الاول. فما ان سارتان اسبري نغرسوه احنا في الصغار من الصغرى اللي هو مش باهي جملة. ينمي الحقد عند الصغير. ابسولومون يلمي متى يقارنوا ياسر الصغار ببعضهم. ابسولومون وهذيك ياسر غلطه، لازم نعلموا صغارنا اللي هو كطفل ما يقارن روحه كان بنفسه. بقارن روحه بروحه مع الوقت، هو الجمعه هذه خير من الجمعه، الجمعه الجايه خير من الجمعه هذه، الشهر الجاي خير من الشهر هذا، العام الجاي خير من العام هذا. زميلي في المدرسه هو عنده ظروفه الخاصه به، هو عنده لو كونتكست تاع المحيط العائلي تربى فيه، كل واحد وكيفاش عنده الجينات نتاعو. ابسوليمون هذاك هو فاطمه. دونك دون سو كونتكست لا لازم نوصل المعلومات هذه، وزاد النقص نتاع الحنان، النقص نتاع اللهو، لو ديالوغ، لا ديسكسيون، ابسوليمون. وكي صغير ما نوصلوش حب ابنا ليه احنا كوم دي بارون كوم دي زادوت، ماهوش مشروط، ماهوش مشروط باش انه هو يفوت باش هو يكون خير، هذاك الكل يخليه هو متزن اكثر. وما نقارنوهاش، اخيب حاجتين نجموا نعديهم الصغير هو ان نقارنوه بلي كوزان بالجار باللي يقرا معاه، وان كالكو بار من غير ما نشعروا سورتو الاولياء يوصلوا له، يوصلوا لك الصغير اللي حبهم ليه، ولا كيما نقولوا مشروط انه هو يجيب معدل باهي، انه هو يخمل، انه هو يعمل يقضي يسمع الكلام. نو، لازم ديما الصغير يكون فاهم اللي الحب راهو غير مشروط، وعمرنا ما نقارنوه بحتى شخص. وقتها هو يتجنب العنف. والعبيد اللي التنمر على هذوك سو سون دي كومبلكس دانفيريوريتي دي بليسيور دام نتاع روجي نتاع ابوندون نتاع تخيزون كو لي جون بروجيت سور لي زوتر. دونك فوالا هذوك امراض نفسيه راهو تو في علم النفس، الانسان ديما يتصرف مع الاخر بصفه عامه من منطلق حواره الداخلي مع نفسه. كان الانسان هو عنده نظره ناقده لنفسه، هو صعيب مع روحه، هو مشوم مع روحه. il va automatiquement la personne va être pire mal à bête. Elle va projeter ça automatiquement sur ses relations mal qui me parle interpersonnel mal à chaque fois à rien fait le mot item terre maintenant c'est l'internet mot à neuf justement le mot à neuf justement il qu'a fait le complexe qui me parle où il est à ou mal complexe où il est mal normal absolument. دونك الحل انه هو يمشي للجون هذوما اللي يحسوا عندهم ما عندهمش اتزان، ما عندهمش استيم دو سوا، عندهم ان مونك دو توليرونس دي زوتر، خاطر زاد حاجه من الحاجات تخلي فما عنف لفظي ومعنوي ورقمي كما قلنا، اللي الانسان ما يتقبلش الاخر على باختلافه. بالنسبه لي طون كو لا بيرسون ما تمهيش كيفي انا في نظرتها للحياه، في كيفاش تصير، كيفاش تكون، سيكو هذيك انسان مش باهي باش يتعدى لي على حرمتي، على وضعيتي، على قيمتي، صورتي في المجتمع. معقول صفصوفة. أنا باش نهزك لثنية أخرى، باش نهزك الموضوع الساعة واللي هو الأكتواليتي، ارتفاع منسوب الجريمة في تونس. يعني تلقاه قام بجريمة ديجا قبلها قايم جريمة، شد الحبس، خرج وعاود الكرة من بيغ. احنا المنظومة متاعنا شقول؟ احنا إدارة السجون والإصلاح، احنا نقولوا السجن تهذيب وإصلاح. لهنا الإصلاح وينو؟ كي تخرج لي أنت مجرم أو شد على كما نقولوا احنا مخدرات، ولا تشد على سرقة محل، ولا يخرج أنا يولي لي سفاح، يولي لي يقتل، يولي لي مغتصب. لهنا فما دي بسيكياتر يمشيوا للسجون يزوروهم، فما جلسات مع المساجين. كيفاش تراها المنظومه نتاعنا لهنا؟ هو نورمالمون صافي جوستومون حطيت انت صبعك على نقطه جد مهمه، الاصل في الشيء تكون فما سويفي. سوف كو مالوروزمون جو بونس با، عمري انا ما سمعت ان توكا من موقعي هذا، ما فماش ان سويفي. كان في لي كا او فما كيما نقول دي كا باثولوجيك ظاهرين، اما خلل مختل عقلي كان يظهر ظهر ليميت كما نقولوا احنا بالعاميه نتاعنا مهبول، انسان ولا ليميت ترو انستابل معناتها في الكومبورتمون نتاعو. اما ما فماش، ما عندناش الثقافه اللي راهو هذاك السجين اللي تخلى ما وصل هو للاجرام ولا عمل حاجه كما نقولوا خالف القانون، الا لما هو عنده نوع من الانستابيليتي اللي كنا نحكيو فيهم، ان مونك دو سيكيورتي انورم، دي كونفلي انتيريور كي سون انورم، نوع من العجز يحس في حياته، ما عندوش وين يوصل، دونك يولي ما عادش يهمه في حتى شيء، عنده ان مونك دو توليرونس فيغ لي زوتر، دونك يسمح لنفسه معناتها باسم ما نعرفش يسرح مسميات معينه باش يتعدى على الاخرين. دونك هذاك الكل ياسر غلط، ويلزم جوستومون تكون فما سكون ابيل لا تي سي سي، لا تيرابي كونيتيف كومبورتمونتال. شو
سمعت معناتها كي احنا نخدموا على الكونيسيون على المونتال وعلى الافكار وعلى المنظومات الفكريه من الاشخاص لو كومبورتمون فا شانجي اوتوماتيكمون. احنا ما عندناش مالوغوزمون هذا في امريكا يعني يعملوا لهم حلقات كاريمون والا كي يبدا اكستريم يقعد مع بسيكولوج ويحكي معاه ويحاول يفهم الشخص هذايا ومو باش ما تخرجش غدوه مجرم بير اخطر واخيب واعنف من اللي تخلى عليه السجن. سمعتين اللي عشتهم في امريكا اثروا فيه. اي شفت هو الانسان جوستومون في انسان يوصل يدخل للسجن في عديد المواقف الا ما يكون هو يحس بالعجز البرا ما عادش يهمه. معناتها الانسان ما عادش يهمه دخله للسجن ديجا ليماج نتاعو السوسيال تزيد تطيح كي يخرج باش يقعد باقي ما عادش يهمه. اكيد كي ما صارش اصلاح في المخ يقعد ما عادش يهمه. لهنا نجموش ننصحوا الناس بالطبيعه. دونك ننصحوا الناس اول حاجه باش يمشيو اللي يحس اللي عنده هو امونك ديستيم دو سوا يحس في نفسيته مش مرتاح بينه وبين روحه رانا ما يسالش الفو الي كونسلتي سا لازم الكولتور هذه سورتو مع افيك تو سكي سباس الفو الي كونسلتي. وانا ديغنييرمون لاحظت اللي فما ياسر اولياء يجوني الكابيني يجيبوا صغارهم معاهم اللي جوستومون حكايه العنف فما صارت وعي الجمعه اللي فاتت سورتو الجمعه اللي فاتت. حاجات اخرين الفو كون اكيير الفو كون ادوبت دو نوفيل زابيتود في حياتنا باغ اكزومبل الرياضه راهي حاجه ياسر باهي متنفس طيارة على الاخر ان نتعلموا تو سكي دي زوتي دو ميديتاسيون حتى في الصلوات وكل دي زوتي دو ميديتاسيون كل شخص من موقعه معناتها افيك نو ديفيرونس نتعلموا نعيشوا الساعات في لحظه الان اللحظه الحاضره معناتها يا دي مويان توا كيف كي نمشيو مختصين فما سكون ابيل دي بوان دونكراج نتعلموا كومون اون بو سونكري كومون اون بو نجموا ننساو هموم الماضي والستريس نتاع المستقبل ونعيشوا في اللحظه الان اون سو دي ستريس معناتها كيما نقولوا نشيلوا كل الهموم نعيشوها بحالتها ابسوليومون ونعيشوا اللحظه سا سي ان ابخونتيساج راهو يتخدم وراه نجموا نتعلموه باش احنا نتجاوزوا الحالات النفسيه المعقده. دونك سوي كونسيون دو سا وراه كله يتصلح كان فما خلل. اي وي مشكور دكتور امين سعيد اللي هو دكتور في علوم التربيه مختص في علم النفس. وكلمه صغيره للاولياء اللي ممكن صغياتهم عندهم شويه عنف تفقدون فاش قاعدين يتفرجوا خاطر فما برشا حاجات تاثر لهم تخليهم يكونوا سيرتان جو فيديو. اي وي دونك هذا نعملوا عليه حلقه كامله حكايه جو فيديو ولا حتى الفيديو تقام على اليوتيوب وغيره حاجات تلزك للعنف. دونك نرجع بحنا للشيف. مرحبا فاطمه رجعنا مع بعضنا. انا توا جاي القيد بعد ما حضرت سليطه الصوص نتاعي حاضره باش نحط المقرونه الطيب ديما اخر وقت كي باش تحضروا الطاوله كي صاي الضيف بريسك باش يقعدوا على الطاوله وقتها تحط المقرونه تبدا سخونه امورها مريقله يبدا الصوص نتاعها وافي. احنا ديما نوفيو الصوص في المقرونه ما يلزمش تكون شايحه. هذوما لي زاستيس اللي ننصحكم بهم. قبل نحب نشوف الشيف فتحيه اللي بوشي هذوما وين وصلوا. كما تشوف ايوب الطاطيبه الاولى صاي فرغتها وهذه الثانيه اللي قعدت نجي في المول بتاعي كما تراو فيهم ما يشدوا حتى شيء. قلت لكم اللي ما عندوش دي مول كيما هكايا اما يحط في المول الصغيرين والا تنجموا تصبوهم في طبق هي الخلطه سهله ياسر ومن بعد تقصوها كرويت كرويت صغيرين. هذه نجموا نجيو ناخذوا شويه هريسه سيكام والا نعملوا سوستومات صغيره اللي هي باش يعملهم اونتخي ولا حاجه ينجم يحط معاهم فوالا ياكل معاهم واللي يحب ياكلهم هكا في عشيه يقدمهم كيما هكا كيما هما. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية. دونك هذوما لي بوشي كانوا بالفخوماج البنين من عند مرياح معاه ما ننسوش تن الموجة اللي أنا بيدي خدمت به سليطة المقرونة كيف ما قلت لكم نعاود نقول ونذكر اللي المقرونة راهي ديما آخر وقت تحط البات نتاعك وقت اللي يبدأ الضياف على الطاولة الماء ديما سخون على الغاز تحط المقرونة تطيب في لحظة ما تاخوش أكثر من 7-8 دقائق تكون حضرة. اليوم المقرونة بتاعنا بيني بيو من عند وردة اللي معمولة بالقمح البيولوجي اللي هو أكيد صحي لينا ولصغيراتنا وهذه حاجة تشكر عليها وردة. بعد ما تطيب البات وهي سخونة نعديها ديريكت للصوص اللي كيف كيف نشعل عليها النار ونخليها تشرب المقرونة تشرب هكي الصوص الكل وتبدأ حاضرة أمورها مريقلة. نشوفوها من بعد شوية مع بعضنا على طاولتنا في طاولة الماتينال. مشكورين للشيف. نرجع توي كان نحكيو على البرودوي نتاعنا اللي هو هيركسل مع أخصائية زراعة الشعر الدكتورة بيا بوريشا. صباح الخير مدام. صباح الخير. شو أحوالك؟ تري تري بيان وأنت؟ الحمد لله. ألوغ اليوم شنو باش تحكي لنا دكتورة؟ باهي اليوم نحب نحكي على أون دي كوز لي بلو فريكونت دو شوت دو شفو هي عند المرأة الحامل اللي باش تولد وأون فوا ولدت تتشكى من لا شوت دو شفو. نعرفوا اللي الأغلبية تنسي دونك
elles sont enceintes, elles vont accoucher. Donc, باش يتعديو بالمرحله هذه والا تعديو بالمرحله هذه. Donc, نحكيو عليهم شويه. Donc, la chute de cheveux post-partum, احنا نعيطوا لها الطب ولا post-accouchement. ما نحكيوش كاين على l'accouchement normal, نحكيو زاد على fausse couche والا un avortement sert, كيف كيف راهو باش يصير لك chute de cheveux والا également راهو من بعد l'accouchement تصير نقص في الحديد والا يصير un stress dû à une nouvelle vie, معناها حياه جديده مع بيبي لازمك تجيري هذاك الكل وخدمتك تجيريها, دونك فما لو ستريس اللي هو باش يطيح الشعر والا زاد لو بيبي بلوز يجم يصير عند شويه نساء اللي هما يوليو ديبريمي, دونك كيف كيف باش يكون سبب نتاع تساقط الشعر. اي ايغالمون ما ننسيوش النساء اللي سو كونتراسيبسيون لا بيلول اللي هي فورتمون دوزي اون استروجين, كيف كيف نهار اللي نوقفوا عليها تجم تصير شوت دو شفو, وباش نحكيو توا كيفاش تصير شوت دو شفو هذيا وعلاش باش نوصلوا نستحقوا العلاج اللي باش نحكيو عليه. دونك المراه الحامل شنو يصير؟ يصير اون اوغمونتاسيون دي زورمون هرمونات هذوما لي استروجين اللي هما يعاونوا باش الشعره تبدا محليها, وخلاف تولي محليها السيكل نتاعنا نتاع الفاز دو بوس يطويل, دونك لا دوري دو في نتاع الشعرات يقعدوا اكثر. دونك في عوض الشعر يتيح في كل 9 mois دو غروسيس يتيحش, وقتاش باش يتيح الشعر هذاك خاطر لازم باش يتيح فوالا من بعد 3 اشهر من بعد لاكوشمون. دونك نحسوا اون شوت دو شوفو كبيره, نتفاجعوا. علاش نتفاجعوا؟ خاطر الشعر الكل اللي ما طاحش في 9 mois دو غروسيس باش يتيح وقتها. دي فوا نحسوا كاريمون مك الشوفولور اللي عندنا 20-30% دو شوت دو شوفو اللي هي فريمون تفجع. اما نو فوز انكيتي با, راهو سي توت افي نورمال. وقتاش تبدا انورمال؟ وقت لا شوت دو شوفو بيرسيست au-delà de un an, يعني بعد عام باقي انت تتشكى من تساقط شعر كبير. نذكروا راهو تساقط الشعر كل نهار عادي ما بين 50 و 100 شعره, هذيك حاجه عاديه, اما اكثر من هكا نوليو نخافوا. دونك انا تو باش نعطيكم كيلكوز استوز للنساء اللي الفون اكوشي والا زيد راهو سي فوز اليتي بعد لاكوشمون ميسير شوت دو شوفو. النهار اللي توقفوا لاليتمون نعيطوا له احنا سوفراج, وقتها يصير التساقط, دونك 3 mois ابخي. دونك احنا توا نحكيو شنو هو العلاجات الممكنه. دونك المراه اللي باش تولد تحضر روحها كيفاش؟ اول حاجه ديما نذكروا التغذيه هي باش تكون معناها فوالا تري امبورطونت للشعر نتاعنا. دونك شنو هو التغذيه اللي حاشتنا؟ حاشتنا انواع الفيتامين بي الكل, حاشتنا لي زاسيد اميني سوفري باش الكيراتين هي الكومبوزون نتاع شعرتنا تتكون, حاشتنا ايغالمون لو فير. لو فير شو يعمل؟ دونك يعاون الاكسجيناسيون نتاع الشعرات. انا فسرت اخر مره اللي الحديد يجيب لوكسيجيناسيون بور لي سيلول في لي جلوبول روج, هذاك علاش نقولوا مراه عندها فقر الدم. مي بعد ساعات نستحقوا كميه قويه نتاع حديد باش نكونوا الشعر باش يكون الشعر ما يتيحش, ونستحقوا ايغالمون الفيتامين سي باش تعاون. دونك فيتامين سي جو دورانج باش تعاون الحديد يتكون وتصير لابسوربسيون نتاعو. دونك هذا الكل نحاولوا عندنا تغذيه سليمه, وبيان سور راهو سي تري ديفيسيل باش نكونوا عندنا ان ريجيم اليمونتيغ ايكيليبري باش احنا ما عندنا حتى شك يجينا معناها لي كومبليمون اللي نستحقوهم بور لي شوفو, ناخذوا كومبليمون اليمونتيغ اللي هو فيه هذا الكل اللي انا حكيت عليه. دونك هيريك سيل لي كومبليمون اليمونتيغ, تاخذ حربوشه ولا حربوشتين في النهار, هو باش يعاونك باش انت تحذر التساقط هذيك, سورتو ما تخليش روحك شعرك يتساقط. و اون بليس ماهوش باش يضرك, سي با بوسيبل يضرك, دونك ما تخافش منه. اون فوا يصير لاكوشمون سورتو ابداو فيه والا حتى يترضع ما يقلق. ما يقلقش, ما ينجمش يضر, بالعكس راهو نذكروا راهو ديما وقت نرضعوا لي زاليمون الكل باش يمشيو اون بريوريتي للبيبي مش ليك انت. دونك خمم زاده في روحك, راهو انت لازمك تكون زاده في صحه بور اتر اون فورم للبيبي نتاعك اي فوتر ماري, ما تنسيش رجيلكم. بيان سور اون فوا عندنا تغذيه سليمه لازمنا عندنا حاجه تعاوننا في فروه الراس باش توصل التغذيه السليمه. راهو نذكروا ابوبخي 2% تاع التغذيه توصل للشعره, تو لو ريست فا الي سوا اورغان والا بيبي والا بيان سور اون فا لي زيليميني فينالمون. دونك 2% يوصل للشعر, احنا نعاونوا باش يوصل للشعر. كيفاش نعاونوا؟ باللوسيون. دونك مثلا لوسيون هذه نتاع هير اكسل عندها ان كومبوزون اللي هو لورتي الحريقه باش تعاون لا فاسكولاريزاسيون تاع فروه الراس تكثر, اي اون فوا تكثر انا باش تعطيني اكثر تغذيه في الشعرات نتاعنا. دونك كومون اون لابليك؟ نعملو دي ري او نيفو دي شوفو, اون لابليك سور شاك ري, دونك اون بولفيريز نفشفشو, فوالا نفشفشو دونك لا لوسيون نتاعنا. وما ننساوش
en mettant des gants, bien sûr. On a des poils sur le corps. Je vous ai dit que les poils sont là. Donc, je mets des gants où on masse très bien. Ça accélère le flux sanguin. في فروة الرأس اي دونك احنا باش تكون شعرتنا سليمة نذكروا زيدا راهو لو شامبوان الباهي اللي ما يضرش عنده قيمة كبيرة كان انا نقول لكم شعرتكم فايتر فراجيليزي من بعد لاكوشمون شعرتكم فايتر فراجيليزي سويت منخسروا برشا دم احنا في لاكوشمون دونك فايتر فراجيليزي بالانيمي اللي باش تصير لنا شعرتنا فايتر فراجيليزي بالستريس نتاع البيبي ما عادش نرقدوا برشا دونك توت سيت فراجيليتي باش نزيدوا عليها ان شامبوان خايب مش باهي دونك ناخذوا un shampoing doux qui est un hair excel donc vous l'utilisez pour que le chara متضرش déjà elle est fragilisée donc c'est un début de traitement c'est un traitement non médicamenteux donc علاج ماهوش بالدويات علاج باش يعاون بالشعرك تكون سليمه وهذا الكل ما نعرفش يظهر لي مش الناس الكل تحكي عليه مش الطب الكل لي جينيكو با فورسيمون باش يحكي لك جينيكو نتاعك مش با فورسيمون باش يحكي لك على هذا حكينا على المراه الحبله والمراه اللي ولدت وغيره استشاره منك انت اخصائيه في زراعه الشعر برشا نساء يهربوا من حكايه يصبغوا شعرهم ولا يعملوا لي غاسين ولا يعملوا معناتها حاجات حتى دي ماسك باهين حاجه صحيحه ولا الوغ انا باش نحكي لك على شنو يضر الشعره اي حاجه تحسها في فروه الراس تحرقك راهو ما نبعدوش البعيد ساهل انت بيتك تعرف اللي هو باش يضرك فيك يحرقك دونك كولوراسيون سي ان برودوي شيميك كي توكسيك دونك ابعد منه ابعد منه ليك انت وابعد منه للبيبي نتاعك راهو وقت انت بدنك يحس ان ستريس لو بيبي يحس ان ستريس احنا وقت نعملوا ايكو ولا مامون استريسي لو بيبي يبدا هكا جامد معناها كاريمون دونك لي كولوراسيون مش باهي باغ كونتر هيدراتي la longueur des cheveux c'est très important يعني احنا le cheveu long c'est un cheveu mort معناها ماهيش حي اللي حي هو لو بولب دونك اذا هذا مش حي لازمك ديما tu le protèges تحميه كيفاش تحميه باللي ماسك باللي زويل سور لي لونغور حاجه ما تثقلش الشعره حاجه تخلي الشعره ديما سويوز باش انت تبدا فرحانه وقت تشوف شعرك معقول ميرسي بوكو دكتوره بيا بوريشه اخصائيه في زراعه الشعر نذكركم فما تليفون تنجموا تطلبوه اللي هو 74 441 999 باش تاخذوا اكثر معلومات على برودوي هير اكس ال نشوفوا السبوت ونرجعوا لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما دونك لو برودوي هير اكسل ذا قوى في كامل صيدليات الجمهوريه التونسيه نجيو فقره صفصوف فاطمه كما قلت في اول الحلقه باش نحكي لكم في اليوم عندنا روبريك اسمها الهدره اللي تستانسوا بها الساده المشاهدين باش نحكي لكم الجمعه هذه على الفيرست امبريشن الفيرست امبريشن تشالنج هو ستان تشالنج تلانسا على انستغرام وفيسبوك لانساوه دي ستار عالميين جينيفر لوبيز شاكيرا برشا برشا نادين نجيم برشا ممثلين ياسمين صبري كلهم لانساو تاج هذايا او تشالنج هذايا شنو معناتها الفيرست امبريشن يعني انت شنو كان انطباعك اول ما ريتني شنو قلت اول ما شفتني شنو حسيت كي ريتني شنو اكثر حاجه جلبت اهتمامك اول ما شفتني نجم نكونوا يا فاطمه الناس اللي كنا نتقابلوا اول مره ونجم ما نعاودوش نتقابلوا مره اخرى نجم كان لامبريسيون الاولاني هو اللي يكون فارق تنجم انت تحكم عليا من لبستي تنجم تحكم عليا من لهجتي من لوني من اكزاكتومون انا هو برشا دار تشالنج هذايا ما انا جو سوي كونتر كومبليتمون تشالنج هذايا على خاطر عمرك ما تحكم على حد من اللحظه الاولى او من اللقاء الاول نجم يكون الشخص ستريسي ينجم يكون عنده مشكله ينجم يكون مش في صحنه نهارتها عمرك ما تحكم عليا من لبستي ولا من لون شعري ولا عمل بيرسينغ ولا عمل تاتواج شخص يعني حريه شخصيه يعني سورتو المظهر احنا وللاسف في تونس ياسر فاطمه نحكموا بالقشره البرانيه خاصه شنو لابسه شنو لهجتك منين جاي كيفاش تحكي يعني حاجه مغلوطه اي كومبليتمون مغلوطه ساعات عبد ياخذ عليك فكره باهيه وانت في العكس ولا جوستومون لازمك العبد قبل ما تطلق عليه الاحكام المسبقه علاش تحكم عليا وعلاش نحكم عليك من انا أول اصلا علاش القاء الاحكام علاش ناخذوا في الاحكام المسبقه على بعضنا نقعدوا
نتناقشوا نحكيوا افهمني نفهمك اسمع مني ونسمع منك شوف انا كيفاش نخمم وشوف انت كيفاش تخمم. فاطمة عملت لي هيك خط بالحق ياسر نأمن بالحوار انا قبل ما نحكموا على التصوير قبل ما نحكموا على القشره البرانيه على الحاجه اللي تنجم تكون حاجه سيكوندير على الاخر احنا نخليوا هذاك الكل على جنب ونهتموا بالتصويره ديجا هو التشالنج للبط كل وحده تهبط تصويرتها وشنو هو فيرست امبريشن حاجه بالحق ماهيش حلوه هذا رايي الشخصي وانا مقتنعه به واتحفظ به نفسي انا حبيت اليوم نحكي فيه هذايا علاش نحكموا على بعضنا فمش علاش نحكموا على بعضنا اقعد معايا احكي معايا شوف مخي فيه وشوف مخك شو تنجم تكون انت ما تعجبنيش مش انا ما نعجبكش لا كي نحكي معاك وقتها نفهم رواحنا اي وي دونك هي بالحق الانطباعات اول مره تنجم زاد كوكوت فودغ حتى هو اول لقاء او الحاجه تنجم تكون عبد اول ما شفته قلتها هذا ولا هذه باش تولي صحاب بالقدا كيما تقول والله باش نكونوا قاعدين بعد تقروا روحكم صحاب دونك برشا برشا آه ميسيرش نتناقشوا قبل حتى مثل مصري هو يقول لك ما محبه الا ما بعد عداوه أيوي. هو بالحق راه ديما تلقاهم هكا يسو تاكين والا هكا شادين قرد على بعضهم بعد وليوا صحابي صارت لي مع ايو دونك بالحق انا ايوب حسيت الفرق القطوسه ما احنا رانا صحاب بالقدا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع كل شدة وعندها نهايتها غدوة ترجع حياتنا لعادتها أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها توينسا وسرنا المحبه